هذه اللي هي مدار حديث اليوم عن الهم والفرج والحزن اللي يجي على الإنسان. لا شك أن القصيدة محمد تطرقت لحياة اليتيم، في دائما اليتيم فاقد الأب أو فاقد الأبوين يطلع على الدنيا يعيش هم، يعيش حياة كلها نكد وكلها ما يدري وين يروح، ما يلقى من يواسيه، ما يلقى، ثم يترعرع فيلجأ إلى زميل أو صديق أو أب كبير حن عليه فيعتنقه ويسير معه. فالقصيدة كانت يعني تبحث أو تبين ما هي مسار اليتيم وكيف يتعلق بمن يقترب منه، من يحن عليه، من يعطف عليه في يسير معه. حتى ذكر قصة أنه كان يتيم مع جار، كان جاره هذا هم فقراء، يتيم الأب أمه موجودة وجيران في شميسي، وكان الأب جاره يحن عليه حتى أنه يعطيه بعض الأحيان، خب الأطفال الصغار يحبون الأشياء هذه، يعطيه لها 10 تريال 5 تريال. في راحة الأيام شد الولد هذا اليتيم ما عاد يدور، راح تخرج هذا الولد اليتيم طبيب، تخرجت طبيب منقطع طبعا، انقطع عن هذا اليتيم، هذاك عاش فترة اليتيم الصغير. جاء هذا الرجل جاره في المستشفى، هذا طبعا ما يعرفه، الجار ما عرفه، تغيرت ملامحه وكبر صار طبيب، وين ذاك اليتيم مساكين ضعيف وهذا، لكن الطفل ما نسى، اعتنى به في المستشفى ودخله في احسن غرفه وحط له مع المتميزين. وش انا سويت له؟ ما سويت شيء، وش لقى فيني من اول؟ انا ما حد يناظرني ولا من الفقراء الناس دائما دائما. المهم وقبله، قال وش انت؟ وش انت؟ قال ما انا بناسيك، انت ابوي. قال شلون؟ كان نسيت في ذاك اليتيم اللي عند كان جاركم وكذا. قال اي نعم. قال انا. قال انت؟ ما شاء الله، لا اله الا الله. في اليتيم طبعا دائما يتعلق بمن يحن عليه ويرأف به، لانه يجد فيه مكان الاب، لان دائما اليتيم يبي اب، يريد اب يعلمه ويدربه ويحن عليه ويوجهه، وهذا دائما يفقدونه. لا شك ان اليتم احنا شاهدناهم في التعليم، كان معي كان حدث هذا، كان عندنا ايتام طبعا من حقين الدور يجيبونهم في المدارس. انا جيت يوم المدرسه زاير، درت ذاك الطفل نشبه فيه علقه، يعني مين بعد هنا احد من الطلاب يجي ينشب فيني؟ وشلون هذا؟ اجي اروح لغرفه المدير، قلت المدير وش فيه ذا الطفل ذا؟ هذا فاقد حنان ذا، وش فيه ذا؟ انتم نابذينه ولا شو انتم مسوين فيه؟ قال له هذا يتيم عمره يمكن 6 سنين 7 سنين، يعني يدور اي انسان كبير يرأف به ويلجأ اليه، يظن ان فيه حنان وفيه انه بيعطيك كذا. لا شك ان حياة اليتم حياة فيها نوع من التعاسة، فيها نوع من القهر، فيها نوع من الذل شوي، تجده دائما منطوي وكذا، لكن احيانا هذا يبعث فيهم ضمير الحياة ويجعله يجتهد ويبذل حتى يصل الى ما يريد، يعني يصير دافع لهذا اليتم، مو هو يعني دائما يسلكه، نعم. يدفعه الى إيه؟ الى التقدم والى الرقي والى طلب العلم. تمام. ف يا ابو علي حياك الله يا ابو محمد، ايش عندك انت طالع انت والرجال؟ ما ادري ايش عندكم باقي، بدي احب نشكل عندكم عمل، لكن في نقطه ما ودنا تفوت.